Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Marhaba bikoum, vidéo jdid fi lqanat. Smahou li ala hada lghiba hadi saraha. Hada layam tawlt bas sawrt likoum vidéo yani jdida. Wlit kanhit likoum presque كل دو جور ولا كل 3 جور فيديو، مي هاد المره غبت عليكم. سمحوا لي، مي راه كنحط لكم دي بوست سوغ انستغرام، يعني ولي لو كونت يعني بلو اكتيف كو العاده. دونك كيف ما شفتوا من العنوان، هاد لا فيديو هادي غادي تكون غير هضره في هضره. غادي نهضر لكم على التجربه ديالي مع جوج ديال لي تريتمون، اولا هو يعني نورمالمون غادي يكون غير واحد، مي الاخر كيكون مكمل ليه، يعني ضروري انكم تاخذوه مع هذاك لو تريتمون. مي قبل ما نبدا ونكثر عليكم هضره، بغيت نبارطاجي معكم واحد لي زارتيكل اللي وصلوني من واحد لو سيت، باردون ماشي واحد لو سيت، واحد لاباج انستغرام. هاد لاباج جديده كيبيعوا يعني غير بداو يبيعوا الماكياج، دوك لي زاباري الكتريك، يعني عندهم شي حوايج زوينين. غادي نخلي لكم السميه ديال لاباج هنايا. دونك اول حاجه غنبارطاجي معكم هو هاد ميراكل تيت. هذا هو داك لو شاربون ديال السنان، يعني كيبيض السنان، جيسبر كون كيبان لكم كيبيض السنان. صراحه انا ديجا كنت جربت هاد لو شاربون، مي ماشي هاد لا مارك، اون اوتر مارك. بعدا اول حاجه جو ريميرسي مول لاباج، حيت هاد لي زارتيكل ما شريتهمش وصلت بهم، و جو ريميرسي مرتو الا كانت كتفرج فيا، حيت هي اللي الا بروبوزي على راجلها اللي هو مول لاباج انه يصيفط لي هاد لي زارتيكل هادو. كنقول ليها ميرسي بوكو الا كنتي كتفرجي فيا. دونك هذا هو اول حاجه توصلت بها. ثاني حاجه هو هاد لو ميغوار هذا ليد، حتى هو غنحاول نخلي لكم لا فوتو ديالو، ولا غادي نحطها لكم في انستغرام. دونك راه باينه كيشعل فيها الضو هنا من جناب. ابري كاين هاد لو بيوتي بلندر، هذا ديال هدى بيوتي. صراحه زوين لا كولور ديالو روز، وصراحه زوينه لا كاليتي ديالو رطب، وفيه هاد التعوينات هنايا. سمحوا لي شويه كاينه الشمس. دونك فوالا كاين هاد البلندر. اي ديرنييرمون عجبتني هاد لا بوتيت باليت هادي اللي على شكل فم هكا، وفيها لي روج ا ليفغ ديال هدى بيوتي. بالنسبه لي بري صراحه رخاصين لي بري ديال هادشي. هاد لا بوتيت باليت دايره شي 85 درهم الى عقلت، فيها جوج ديال لي روج ا ليفغ وهاد الكريون هذا، وهاد لو شاربون غتكون داير شي 130 درهم. هادشي كنقول لكم تقريبي، ما عقلتش اكزاكت. وهادي دايره شي 145 درهم. دونك كيف ما قلت لكم، هادو صراحه هاد زختيك لي زوينين، تخطو هذا عجبني، هذا على شكل هاد لابوش هكا، زوين صراحه. غنحاول ندير ليه شي بلاصه هنا باش يبقى باين. و جو ريميرسي كيف ما قلت لكم مولا باج ومره ديالو. دونك باش ما نطولش عليكم، غنبداو نهضروا على الكور اكني. كيف ما شفتوا في لا فوتو ديال لا فيديو، راه هو اللي هازه، هو علاش غادي نهضر. دونك كاينين بزاف البنات غيقولوا لي علاش كتاخذي كور اكني الوغ كنتي ما فيكش لاكني. انا صراحه عمر ما كان فيا لاكني. فاش كنت صغيره كانوا كيخرجوا شويه هنايا، مي بهاد يعني بهاد الجهد اللي خرج فيا فاش كنت حامله، فاش وصلت 7 مو خرج ليا واحد لاكني دو غروسيس. هذاك لاكني فاش جينا نشوفو لقيناه خرج ليا بواحد الدواء اللي كنت كناخذ، كانوا طلع ليا لي زهرمون بزاف، وتفرقع ليا الحبوب صدري وفي ظهري. وجهي كان شويه هنايا، مي بلوس صدري وفي ظهري. خديت دي تريتمون، يعني غير دي بوماد ديال لا روش بوزي باش اللي كي زعما كيحيدوا الحبوب، مي واخا هكاك لو تريتمون ما نفع حتى شي حاجه. مي ما كانش عندي لا بوسيبيليتي اني ناخذ كور اكني، حيت كنت كنردع، والا كنتو كترضعوا انتيردي، ستريكتومون انتيردي انكم تاخذوا هاد الدواء هذا، حيت كيدير دي مال فورماسيون، يعني الجنين كيخرج الله يحفظ مال فورمي بسبب هاد الدواء هذا. وماشي اي واحد يمشي لا فارماسي ويقول لهم بغيت كوراكني ويعطوه ليه، لا، حتى هي انتيردي نورمالمون، خاص تكون اون كونسلطاسيون عند الطبيب، كيشوف لو كا ديالكم واش نيسيسيت انه يتخاد عليه كوراكني اولا لا، حيت كاينين ديكا لي غير دواء عادي كيحيدو. دونك خديت دي تريتمون بوندون شي 3 موا، ولكن ما نفعوش معايا.
وفي الاخر اضطرينا انني ناخذ الكور اكني. هو بزاف ناس كيخافوا انه ياخذوه، صراحه انا خفت بزاف انني ناخذه، مي ما كانش عندي البديل حيت راه ما كانش فيه اكني قليل، كان فيه اكني اللي كتير كتير بزاف، يعني ما كنتش كنحمل انني نشوف راسي في هذاك لوكا هذا. دوكو مشيت قلت ليه، قلت للديرماتو شنو يعني شنو الحل، قال لي راه الحل هو الكور اكني. مي قبل ما ناخذه كان خصني ندير واحد التحليله ديال الدم، هذيك التحليله ديال الدم كديروها ديال الكبده وديال الكلاوي باش تشوفوا واش يعني ما كاين فيهم حتى شي مشكل، واش نورمال يعني الا كان شي مشكل فيهم ما يمكنش تاخذوا هاد الدواء، الا كانوا نورمال كتاخذوه مي كتبقاو كل شهر كتعاودوا التحليله ديال الكبده، غير ديال الكبده، ديال الكلاوي جو بونس انا ما الطبيب ديالي ما عطانيش ديال الكلاوي. دونك درت التحليله ديال الكبده، كديروا التحليله ديال لا غروسيس واش حاملين اولا لا، باش كتديوها ليه باش كتغارونتيو ليه انكم يعني ما حاملاتش. فوالا هادو هما التحليلات اللي كيداروا. خرج ديال لو تريتمون هذا كوراكني 20 ميلي غرام، يعني كاينين بزاف ديال لي دوز على حساب لو كا ديالك، كل طبيب وشوف لا دوز اللي غادي يخرج لك على حساب لو كا ديالك. دونك خرج ليا 20 ميلي غرام، خديتها قال ليا لو برومي موا ناخذها ونرجع عنده. افكتيفمون خديتها لو برومي موا، لو برومي موا صراحه ما دارت حتى شي نتيجه. دابا اليوم غادي نبدا في لو 6ييم موا ديال لو تريتمون، انا عطاني 9 موا دو تريتمون. علاش 9 موا دو تريتمون؟ حيت هاد لو تريتمون كيتخاد على حساب الوزن ديالك، يعني قد ما كان الوزن ديالك طالع قد ما المده كتكون قل. انا كيف ما كتعرفوا الوزن ديالي خفيف، يعني فيها 52 كيلو، دابا وصلت 52 كيلو، يعني كان خاصني نتبع لو تريتمون 9 موا، دابا وصلت 6 موا، بقى ليا 4 موا دو تريتمون، 4 موا ولا 3 موا دو تريتمون. المهم فاش بديتو كيف ما قلت لكم ما كنت يعني ما كان كيضرني حتى شي حاجه، ابار كو كانوا ماشي ما كان كيضرني حتى شي حاجه، ما كانش كيبانوا باللي راه كاين شي تغييرات، يعني لاكني بقى هو ما تبدل حتى شي حاجه، بالعكس بدا كيتشهد زعما بيغ كو داكشي اللي كان. وكانوا رجلي كانوا كيضروني بزاف، ما كنت كنقدر نعفط على رجليا، كنت بحال في دي كرون، بحال كنت كندير سبور الوغ كو ما كنت كندير لا سبور لا والو. كانوا كيضروني رجلي بزاف، ظهري كيضرني بزاف، قلت راه واقيله اثر لي على شي حاجه، يعني انا بسيشيك ما بقيت راده بالي اللي يكون يعني كيضر في الكبده اولا في الكلاوي. فاش درت التحليله خرجت ليا واحد لا دوز ديال الكوليسترول اللي طالعه شويه، مي انا صراحه في الاول فاش شفت الكوليسترول طالع قلت سيغمون غيتحيد لي تريتمون وما عندي حتى شي بديل اخر، يعني ما عندي ما ندير باش نحيد لاكني. مشيت عند ديرماتو قال لي بلي يعني ماشي شي حاجه غراف، بلي ما اثر لي على حتى شي حاجه، هذيك غير واحد نسبه قليله اللي طلعت ديال الكوليسترول، وبلي نقدر نكمل لو تريتمون ديالي عادي، غير هو ما نحاول نقص شويه من لي دام ومن داكشي اللي يعني كيطلع الكوليسترول. افكتيفمون منقصت شويه من المرقه ومن هذاك الشيء اللي غيقدر ياثر عليه. اعراض اللي قلت لكم ديال الالم ديال رجليا وظهري بقات واحد المده ديال 3 موا ولا 4 موا انا رجلي كيضروني وظهري، مي دغنييرمون ما بقى كيضرني لا ظهري لا رجلي لا والو. حاجه اخرى هو انه فمي نشف لواحد الدرجه ما كتصورش، نشف او بان كو كيتجرح من هنايا وكيبقى يدوز بالدم. واخا كديروا لي كريم كاكاويت، واخا كديروا فازلين، واخا كديروا اي حاجه فمكم كيبقى يدوز بالدم وكيتجرح. انا يعني باقي اليومين هذا يعني فمي باقي كيتقشر، هادشي كيبقى طوطولون ديال التريتمون، ويمكن حتى من بعد لو تريتمون كيبقى فمك كينشف واحد المده عام يتادابط عاوتاني لو كور ديالك واحد ام موا ولا دو موا باش كيبدا يرجع يعني عادي. وعينيا كانوا كينشفوا ليا بزاف او بان كو كان كيتجرحوا ليا من الداخل كيوليو حمرين، حتى هما كنت كندير ليهم تقاطر ديال العينين. هاد يعني هاد الاعراض هادو كلهم عاديين، هادو كيكونوا بالدواء، يعني ما كاين حتى شي حل ليهم، يعني ضروري الا بغيتوا تاخذوا هاد لو تريتمون ولا بغيتوا تداويو شي حاجه اللي يعني مبرزطاكم، حيت بزاف الناس كيكون فيهم هاد حب شباب وكيبرزطهم، هادي شي حاجه عاديه. مي صراحه لو تريتمون الا كان ما غيضر لك لا كبدتك لا يعني هادوك لي زيفي اللي خطرين، من الاحسن الا كان ديرماتو غيخرجوا لك و
كي لاحظ بان هذا لو تريتمون خاصك تاخذه. صراحه هذا لو تريتمون انا دابا وصلت ل 6 mois ديال التريتمون، كيف ما كتشوفوا وجهي ما بقات فيه حتى شي حاجه، كانوا كيخرجوا ليا بلا يعني اكني حبوب هنا سورتو في هاد لابارتي هادي بزاف، ما بقاش كيخرج ليا. صدري الحمد لله ما بقى والو، ظهري حتى هو ولاو كيخرجوا ديك 3 بوطون ماشي بزاف، مي باقي لي عندي دي تراس في ظهري، مي حتى هما حتى لي تراس تيتحيدوا بهاد لو تريتمون هذا. فوالا مي او ميم طون نتوما كتاخذوا هاد لو تريتمون كتاخذوا معاه لا بيلول. لا بيلول كاينه واحد لي تيب دو بيلول اللي كيعاونوا حتى هما باش كينقصوا لاكني، وكيعاونوا باش كيعطي هاد الميديكامون لي في ديالو. دونك دابا كناخذ هذا وكناخذ معاه واحد لا بيلول. قال لي يعني قال لي ديرماتو بلي واخا كتحبسوا الكور اكني لا بيلول حتى هي تتكملوها واحد 6 mois من بعد يعني هاد لو تريتمون. دونك فوالا انا صراحه عندي اون تري بيل اكسبيريونس مع هاد الدواء، واخا كان عنده اعراض يعني جانبيه اللي كانوا كيبرطوني صراحه. دابا الحاجه الوحيده اللي كتبرطني هي لا سيشخيت ديال لي ليف، و بيان سور الشعر حتى هو كينشف، مي هادشي كله غادي يتريطا من بعد يعني ماشي بحال لاكني. هو صراحه هاد لو تريتمون من الاحسن انه يتخد في الشتاء، انا خديتو بديتو في الصيف يعني كان كسخون الحال، يعني كنت كنحاول انني ندير دي زيكرون بزاف، انني ندرق هاد لا بارتي هادي وظهري باش ما يتاكسبوزاوش للشمس حيت لابو كتولي تري تري سنسيبل. فوالا هادشي جيسبر نكون عطيتكم يعني لي زانفورماسيون كاملين على هاد لو تريتمون. هنا يمكن في المغرب كاين كور اكني، مي كاينين في لوروب كيتسمى الروكوتان، مي راه نفس لي زيفي نفس لي كومبوزون. دونك جيسبر نكون عطيتكم يعني كاع لي زانفورماسيون على هاد الدواء هذا. الحاجه الوحيده سكو افيكاس، يعني انا عطاني اون افيكاسيتي لي زوينه، يعني وليت كان سورتو في هاد ابارتيغ دو 4 شهور وليت كنحس بلي لي زيفي كيبانو، يعني كيبان بلي هاد لو تريتمون زوين وكيحيد لاكني. فوالا بالنسبه للمات لي غيسولوا على لو بري، واخا غنعطيكم لو بري راه ما خاصكمش تمشيو تاخذوه من لا فارماسي حتى تكونسلتيو الطبيب، حيت خاصكم كل اموا ولا كل دو موا تعاودوا التحليله ويقول لكم واش يصلح لكم ولا لا. دونك لو بري ديالو هو 344 درهم، هو صراحه غالي شويه مي راه كيف ما قلت لكم افيكاس. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للمات اللي غيسولوني على لا بيلول. انا كناخذ ديانيل، هي اللي خرج لي ديرماتو حيت قال لي بلي راه زعما افيكاس كتحيد لاكني مزيان، وتا في لا نوتيس ديالها مكتوبه بلي ال تريت لاكني، يعني كاين اللي كياخذها غير بوحدها. فوالا جيسبر نكون فدتكم في هاد لا فيديو هادي. ان شاء الله في هاد لي دو جو غنحط لكم اون فيديو اخرى غتكون اون روتين، حيت عارفاكم كيعجبوكم بزاف لي روتين. ما تنساوش تابوناو في لاشين الا كنتو مثلا ما مابونيوش، ما تنساوش تخليو ليا لي لايك الا عجبتكم لا فيديو، وكنعطيكم رونديفو في فيديو ماجي ان شاء الله. وغرو بيزو، سلام عليكم.